كوسبور. تحية لكم نسل الكل. بعد كلام الناطق باسم الهيئة المديرة لكلوب كامل بن خليل بخصوص عدم مسؤولية المحامين أبناء الدنيا عن ملفات الفريق لدى الفيفا، اتصل بنا المحامي أنيس بن ميمو اللي وقع ذكر اسمه تحميله مسؤولية الملفات هذه وطلب حق رد. أنيس أهلا بك. أهلا بك سلام ومستمعيك في إكسبرس. بين أنيس باش يبدأوا سلام المستمعين على عالم وعلى بينا باش بالكلام تاع كامل بن خليل هيت نعملوا تفكير بأهم ما قاله في حصة اليوم من زون ميكس. التعامل مع مكتب محاماه فرنساوي كيفاش نجمو نفهموه؟ هل انه القانونيه نتاع النادي فشلوا في مفات سابقه؟ هل انه فماش قانونيه من ابناء النادي وانت نعرفوك مش ناطق رسمي كون نعرفوك انك محامي زاده؟ كيفاش تقراها انت؟ بارك الله فيك على السؤال هذايا اللي يتاح لي فرصه اول مره نتسال في وسيله اعلام على النقطه هذايا وفرصه باش نوضح. يلزم الناس تعرف وجمهور النادي الافريقي يعرف اللي القانونجية ورجال القانون متاع النادي الافريقي ما خدموا حتى ملف جودي بيان، حتى ملف من الملفات التي اثقلت كاهل النادي الافريقي تو راهو وقت لسليم الرياحي، والكلنا نعرفوا انه الفريق القانوني متاعو جابوا البرة من النادي الافريقي، ما كانش يتعامل مع محامين النادي الافريقي. راهو الكاتب العام في فترة سليم الرياحي كان يجير لو كوتيديان اجازات ايداع العقود مش الملفات، الملفات كانوا البرة من الحديقة. أنيس بن ميم هو كان أنيس بن ميم وكان ثم محامي آخر. دونك الكفاءة القانونية متاع محامين النادي الإفريقي ومحاميات النادي الإفريقي لأنه عندنا زميلات زاد هاجر وانا خدمة هاجر بوثينة هاجر بكار الكلهم معناتها هند الفتي هاجر تسلمت الملفات في المرحلة الأخيرة ألقى الأجال ديجا طاحوا. دونك أنيس كما كنت تسمع هذا الكلام متاع الأستاذ كمال بن خليل، شنو اللي ما عجبك بالضبط في الكلام؟ لا مش مثلا ما تعجبش كلام غلط، وواضح انه كمان مش مطلع اصلا على الملفات ومش مطلع على الاحكام ومش مطلع على حتى وثيقه تخص الملفات اللي ينقور نتاع النادي الافريقي، لانه ببساطه شديده ملفات الفيفا انا ما كنتش متكلف بها، ما عندي عليها حتى علم وما عندي عليها حتى اطلاع وما خاتمت فيها حتى شيء، وهذا مش انا مش نقوله، ترجع للكورسبوندونس نتاع الفيفا الكل، ترجع للاحكام والقرارات نتاع الفيفا الكل، اذا تلقى ورقه واحده، ورقه كورسبوندونس واحده ثلاث سنوات الاخيره فيها اسم مدرا نجمي، تفضل مرحبا بك. انا ما خدمت حتى دوسي وما تكلفت بحتى دوسي، الملفات اللي كانوا عندي تخدموا والحمد لله حققت فيهم نجاحات. اللي هما شنو الملفات كانوا عندك انيس؟ اغلبيه الملفات الموجودين على مستوى تونس، معناتها انا للتذكير معناتها في 2016 كنت تحولت للفيفا انا والاستاذ هشام الدين، وقتها كان ثم تهديد من فريق يونغ بويز معناتها في بخصم 6 نقاط في تقريبا سابقه اولى في تاريخ الفيفا، تحولنا ومنعنا النادي الافريقي من خصم 6 نقاط بمجهود شخصي وقت طلعت، ورغم اني ما كنتش نوفى الملف هذا معناتها على مستوى القانون ما كانش انا متعهد بالملف، لكن وقتها كان تم اشكاليه في تحويل المبلغ وكان لازم النادي الافريقي ياخذ انديلي دو غراس باش ينجم يقوم بالتحويل، وقتها صارت التجميد نتاع مواد المرياحي مع عقله على لي كونت تاع النادي الافريقي، وقتها كان اشكال وخلطنا بالدات بتوار اللي لازم فيها يصير التحويل. لقيت خطه قانونيه باش نجم نطلع للفيفا، وقابلت المسؤول القانوني اللي راهي عنده ملف في الفيفا وتحدثنا معاه وريناه بالبراهين وبالوثائق الكل اللي فما اشكال حقيقي مع النادي الافريقي، ما عندناش اي رسول تقريبا بين ظفرين من قبيل القوى القاهره، والحقيقه تفهم الوضع واعطى النادي الافريقي مهله 10 ايام بطبيعه الحال، ووقتها تم تحويل الفلوس في ال 10 ايام هذوكم ومنعنا الافريقي من 6 نقاط، لانه وقتها كان ذكر بالكذا نهار السيتيام فوندردي وكان نهار الجمعه 5 نتاع العشيه الافريقي ما يديش بما يفيد التحويل كان باش يتخصم 6 نقاط. راه شوف العمل القانوني خاصه على المستوى السياسي يتطلب حنكه ودرايه كبيره ويتطلب خبره كبيره في التعامل بالملفات ويتطلب معناتها خباثه قانونيه ما بين ظفرين. دونك الحمد لله الملف هذاك وقتها نتذكر موجودين رجالات النادي الافريقي ومسؤولي النادي الافريقي ومحامي النادي الافريقي ويعرفوا اللي الحمد لله بالمجهود هذاك اللي عملته منعت النادي الافريقي من خصم 6 نقاط، كانوا باش يتخصموا لا محاله حتى لو كان حول الافريقي بعد التاريخ هذاك. هذا من ناحيه اولى. من الناحيه الثانيه ما تعودتش ان نتكلم برشا في الملفات على النادي الافريقي وما نحبش نخوض في مشاكل النادي الافريقي. يظهر لي اعطيتك بالوثائق وبالبرهان اللي في ظرف 4 شهور التالي شنو عملت للنادي الافريقي بدون ما يسمع حتى حد. أنيس لو كانت ما حبش نحكي انا كنت تنجم تحكي انت باش لعبت تكون تعرف معناها شنو صار. حتى في عهد عبد السلام اليونسي كان ثم فلوس ضايعه بالنسبه للنادي الافريقي بمجهود شخصي مني، جبت لهم الفلوس اللي فيها اليوم منحه التضامن تاع احمد عكيشي في انتقال الاتحاد جده وقت ما زالوا حوالي اسبوع او 10 ايام وينتهي الاجل، كنت انا مع 90 مليون هك حوالي 90 مليون توانسه، وكنت معناتها انا تعهدت بالملف وخدمت الملف وعطيتك كل الوثائق المراسلات والايميلات وحتى التكليف
من النادي الافريقي وما تكلمتش وما سمع بها حتى حد حتى اعلاميين لانه مش هذا غايتي معناتها الحمد لله الملفات ما عندي كان ملفات في مكتبي وما عندي كان نجاحات حسب ما حكينا في الكواليس قلت لي مش اعتباطي الكلام فما حمله ضدك هكا انيسه صحيح هو شوف والحقيقة أنا عندي بعض الأصدقاء مقربين مني ومقربين زادة من أجواء النادي الإفريقي اليوم فما خطة اتصالية قاعدة تتعمل أنه على أساس أنه سليم مريح عمل بريسيون كبير على الهيئة وقارة والهيئة هي اللي خسرت القضايا وما كانوش لاهين بالملفات وما نجحوش باش ينجحوا في الملفات وهذا رأيه هو بطبيعة الحال دونك يلزمنا نلقاو وسيلة رد الوجوب سليم مريحي مستهلك معناتها سليم مريحي هو المسؤول وسليم مريحي حمل القضايا وسليم مريحي ما خلصش دونك اللبانة هذه مستهلكة ولات ما عادش قاعدة تشد في جمهور النادي الإفريقي فنجيبوا حاجه اخرى نقولوا راه شكون اللي لاهي بالملفات لاهي بها من نسبه 100 مختاره من نسبه 100 وخدمها من نسبه 100 هو اللي سبب في الكارثه وخاطر هو موجود النادي الافريقي انا الحمد لله بالارقام موجودين عندي القضايا والارقام انا وفرت على النادي الافريقي حوالي 10 مليارات 10 مليون دينار كان المفروض كان هم قالوا عنه 90 مليار كانوا المفروض يكونوا 100 مليار فما 10 مليار هم وفرها من نسبه 100 والحمد لله بفضل بعض الخبره وبعض المعارف القانونيه اللي عندي في الدومين هذا واحد اثنين انا في النادي الافريقي ما عمري ما كنت نخدم بخاطر فلوس على خاطر انا من 2015 ما خديتش دينار واحد من النادي الافريقي دينار اسمه دينار ما علاش كنت تخدم انيس يقول قايل هنا علاش شنو مصلحتك لا تنقول لك انا مصلحتي شنو اول خدمه انا خدمت كنت نخدم انا محامي لسليم ريحه مش محامي لسليم ريحه اتفقنا وكان عاهدني ببعض الملفات الافريقي وبعد صارت حاجات قعدت بيني وبين صديقه بيني وبين سمريح ولو انه كمحامي كنت نجم نطالب بهم بخصوص هذوما عندي ما يثبت انا متعهد بالملفات وعندي ما يثبت اتفاقيات وعندي كل شيء لكن انا ما طالبتش بهم لانه هي مساله خاصه بيني وبين سمريح وعلاقه خاصه بيني وبين سمريح ما دخلتش النادي الافريقي فيها وهو عبد السلام اليوسي موجود وهو اسمه كان انا خدمت انا نذكر ثم حاجات كثير داخل بيت النادي الافريقي انا ما نحبش نتكلم فيها في الوقت اللي الناس الكل تخليت على النيابه في ملفات مهدي الغربي وعندي الرسائل نتاعو وعندي الاتصالات نتاعو كلفني قال لي بربي كمل انت خدم لنا الملفات مش كنت عندك درايه بها وعندك علم بها وكملت خدمت وما خديت حتى ما في من النادي الافريقي معناتها هذوما راهو وقت اللي نخدم انا في جمعيه مش من شكل فلوس تم اسم استاذ انيس بن ميت ما نجمش نتخلى على مسؤوليتي على خاطر في غير باسم انا توصل لهم مش مثلا نتاع اموال جمعيات تونس خدمت لهم انا وما خديتش عليهم حتى فرنك وعديد الجمعيات مش كان نسمي لك توا نغلط انا في تعداد الاسئله واضح يعطيك صحة انيس بن ميم كان هذا حق رد بخصوص كلام استاذ كمال بن خليل اليوم في زون ميكس.